الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله مخلصا حتى أتاه عن ربه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. اللهم بر قسمك واتصل خيرك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وحق على أعدائك وعيدك، فمنك وحدك لا شريك لك، أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. ثم أما بعد، أولا بعد الكلام عن المهدي عليه السلام والكلام عن الملحمة العظمى، نتكلم في قضية الفتنة الكبرى التي ستكون على وجه الأرض، شر غائب ينتظر إلى أن تقوم الساعة، وهو الدجال. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا وأنذر أمته الدجال، وإني منذركموه، وإنكم آخر الأمم وأنا آخر النبيين، وإنه خارج فيكم. فإذا كانت الأنبياء قد حذرت من فتنة هذا الرجل، فمعنى ذلك أن فتنته عظيمة كبيرة. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما من فتنة أعظم ولا أكبر من فتنة الدجال، وأن كل فتنة كما ورد في المسند الصحيح عند مصطفى العدوي، ما من فتنة أعظم وأكبر وصنعت إلا من أجل فتنة الدجال. فالدجال سيستعمل كل أنواع الفتن منذ زمن آدم إلى أن تقوم الساعة، كل أنواع الفتن سيستعملها الدجال. والدجال مأخوذ من صفة الدجل، والدجل هو مرخ الإبل بالقطران الأسود. فإذا مرخت الإبل بالقطران الأسود، وهو الذي يوضع عادة في فخوذ الجمل لحمايته من بوله، لأن بوله حار وربما يحدث شروخ في جسده بسببه، فتوضع عليه مادة القطران، فيقولون دجل البعير أي مرخه بالقطران، دجل البعير أي مرخه بالقطران. والدجل هو أشد أنواع الكذب، الدجل أشد أنواع الكذب، وهو التغطية السوداء على الشيء. إذا غطيت الشيء بالشيء الأسود سمي دجلا. وهذا الرجل الكذاب الدجال له دعاوى عريضة وأكاذيب، ويخلط الحق بالباطل، وهو شر غائب ينتظر. فهذا أول ذكر له أن الأنبياء ذكرته كلهم، وقد قيل في قوله تعالى: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. قال بعض المفسرين: الذين أضلانا من الجن والإنس، من الجن إبليس ومن الإنس الدجال، من الجن إبليس ومن الإنس الدجال. أما بالنسبة لوقت ظهور هذا الرجل، فيظهر فيه من خلال مجموع الأحاديث والتفاسير التي وردت عند المفسرين أنه رجل معمر، أنه رجل معمر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يلد من أبوين يهوديين، فإذا اقتران وجود هذا الرجل بوجود اليهودية، واليهودية ظهرت بعد زمن يعقوب عليه السلام، وهم كانوا من أبناء يعقوب النبي بني إسرائيل. وقد ظهر ذكرهم أولا في مصر
بعد أن هاجر يعقوب هو أبناؤه إلى ابنهم يوسف وعاشوا في مصر، ظهرت اليهودية هناك. لهذا بعض المفسرين يشير إلى أن السامري الذي ورد ذكره في القرآن إلى أنه هو الدجال، آخذين من قول الله عز وجل: قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، فكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. فالعجيب أن الله عز وجل لما أراد أن يتوب على بني إسرائيل أمرهم أن يقتل بعضهم بعضا، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. والذي أتى بهذه الفتنة العظمى الكبرى قال له موسى: اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. وموعده هو الموعد الأخير الذي سيلقاه فيه عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، فيقول: إن لي فيك ضربة لن تعدوني إياها، فيضربه بحربته بين ثندؤته فيقتله، ثم يريهم دمه في حربته. فقالوا عندما تركه لموعده يدل على أنه كان موجود في تلك الفترة وأن السامري هو. المسألة الثانية أنه ذكر أنه قال بصرت بما لم يبصروا به، فكان قد رأى الملك جبريل ورأى دابة الملك عندما يرتفع رجلها عن الأرض الذي داست عليه يظهر فيها العشب، مما يدل أن في خطواتها تراب الحياة، فأخذ من ذلك التراب قبضة، ثم لما صنع لهم العجل ونسفه بشيء من ذلك التراب أصبح يخور، فأصبح معهم عجلا له خوار. فيدل على أن السامري كان معه قواعد علمية واسعة، وله اطلاعات واسعة، وله خوارق للعادات، وخاصة أنه رأى الملك وأبصره وهم لم يبصره، يدل على أن معه قدرات شيطانية وقوى أعطاه الله عز وجل إياها. يقول الشيطان: قال إني أرى ما لا ترون، فمعه قدرات في النظر شيطانية غير بشرية. المسألة الثانية: ورد في كتاب الفتن لنعيم بن حماد أن مولد الدجال بقرية من قرى مصر يقال لها قوس، يقال لها قوس، قاف واو صاد. وقوس هي منطقة اليوم في حدود مصر والسودان، في منطقة الصعيد، في سرات مصر في الصعيد. وهذه المنطقة إلى الآن موجودة، ومنها أناس قد اشتهروا على مر التاريخ منها، فيقال أن الدجال مولده بتلك المنطقة. طيب، المسألة الأخرى أيضا في هذا الباب والذكر الثاني له، أنه ذكر في الأثر أن الدجال موثوق في إحدى جزر اليمن، لا يعلم من أوثقه، سليمان أم غيره. فعندما ذكر أن سليمان الذي أوثقه دل على أنه في عهد سليمان كان موجودا. إضافة إلى هذا أنه يسمى بالمسيح الدجال، وسمي بالمسيح الدجال لأنه ادعى المسيحية. المسيح عليه السلام عيسى بشر به قبل أن يأتي بأنه سيأتي نبي يقال له المسيح، ويكون له آيات وعلامات إلى غير ذلك. وكان الدجال قد ادعى المسيحية أيضا، وسيأتي في آخر الزمان يدعي أنه المسيح، فيكذبه الله عز وجل فينزل المسيح عيسى بن مريم ليقتله، فيأتي المسيح الصادق ليقتل المسيح الدجال الكاذب. وأما في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه قد ورد له حدثين كبيرين. الحدث الأول وهو حدث ابن صياد الذي كان في المدينة
وكان في بعض نخل المدينة في عالية المدينة، وكان طفلا صغيرا ويخبر عن بعض النبوءات ويهمهم بكلام حتى فتن الناس، فأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة ينظرون إليه منهم علي، فكان أخبرهم الرسول أنه لا يولد لأبويه مولود فترة طويلة ثم يولد لهم غلام أضر ما يكون من الأطفال، ويكون هذا الغلام تحمل به أمه 12 شهرا، وأن أبوه كأن أنفه من قار ديك، وأمه فرضاخية عظيمة اللحم عظيمة الأفداء، عظيمة اللحم عظيمة الأفداء. فلما أتى الصحابة إلى هناك ورأوا تلك الصفات التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم في أبويه وفيه، وأخبرتهم أمه أنها حملت به 12 شهرا بعد أن كان لا يولد لها غلام، وأنه أضر ما يكون من الأبناء، وكثر اللغط فيه عند الصحابة، فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه وصار يتوقى بجذوع النخل يختله، يعني يريد أن يأتيه خفية، يختله يريد أن ينظر إليه خفية حتى لا يراه. فاقترب منه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وجده وهو في قطيفة له يهمهم، يعني يذكر كلام يهدي بكلام تحت قطيفة، يعني مثل البطانية تدفي بها. فلما اقترب منه الرسول صلى الله عليه وسلم قالت أمه: يا عبد الله، يا صافي، هذا محمد قد أتى. فاستيقظ الغلام، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تبا لها، هلا تركته فيستبين، يعني حتى نستبين من أمره. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجده بعد ذلك في إحدى شوارع المدينة يلعب مع أطفالها، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عما يجد، فقال: يأتيني صادق وكاذبين، يعني يأتيه خبر صادق واثنين أخبار كذب. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إني خبأت لك خبيئة، وخبأ له الدخان، يعني قبض على يدها كذا، قال: خبأت لك خبيئة، إيش خبأت لك؟ فقال الغلام: الدخ، وكان الرسول خبأ له الدخان. فقال له الرسول تبا، أو فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني أي أنك كاهن الكهان الذين يأتيهم الشياطين بخبر السمع فيسترقون السمع، كلمة تصل الباقية تكذبون عليها ويغيروها. ثم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أتشهد بأني رسول الله؟ قال: أشهد بأنك نبي الأميين. فقال الغلام للرسول: أتشهد بأني رسول الله؟ قال: آمنت بالله ورسله. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أجز عنقه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، فإن يكن هو فلن تسلط عليه، فإنما صاحبه عيسى بن مريم، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. من هنا نفهم قاعدة مهمة في علم أشراط الساعة والتعامل مع الوقائع والنزائل، أن الإنزال على الوقائع يجوز خاصة، وأن عمر بن الخطاب وابن عمر وجابر بن عبد الله كانوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويقسمون بالله على أن ابن صياد هو الدجال، والرسول يسكت، وسكوت الرسول يعني إقرارا. فعند الإنزال على الوقائع الموجودة، والإنزال أخبار الرسول وأحاديثه والنبوءات وغيرها على الوقائع، فإنه منهج في الأصل نبوي، فإنه في الأصل منهج نبوي أن ننزل، لكن عند التعامل مع الأحداث لابد أن تتفق فيه الأقدار الكونية مع الأقدار الشرعية. فمثلا في هذه الحادثة من الأقدار الكونية نزول عيسى عليه السلام، وهو الذي يقتل الدجال، لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرادوا قتله قال: لا، اتركوه، لما ينزل عيسى هو الذي سيقتله، أما أنتم لا تستطيعون. فلابد موافقة القدر الكوني مع القدر الشرعي.
أما إذا لم تحصل الأحداث الكونية فالأصل فيها على أنك لا تتعامل مع الحادثة ولا تنزل عليها، اتركها لوقتها، تترك لوقتها. طيب، هذا في المرحلة الأولى. أيضا ابن الصياد ذكر على أنه قد أسلم وولد له ولد، ثم أنه في يوم من الأيام ذهب حاجا، وكان في الحادثة أبي سعيد الخدري كان معه، وفي بعض الطريق انتشر القوم، يعني ناس ذهبوا يحتطبون وناس أتون بماء وكذا وهم موقفين. قال: فبقيت أنا وابن الصياد، أبي سعيد الخدري وابن الصياد بقوا. فاحتلب ابن الصياد لبنا من شاة له ثم قدمها إلى أبي سعيد الخدري. قال: فكرهت أن أشرب من يده، فقلت له: الجو حار، يعني أن الحليب حار والجو حار، ما أريد أشربه. فقال: يعني أتكره أن تشرب من يدي مما يكثر علي الناس؟ فقال: نعم. يعني قال: أنت ما تريد يعني تتكلم معي وتأخذ معي كل ما يقول عن الناس أني أنا الدجال أو شيء وكذا؟ فقال: نعم. فقال: أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كافر؟ قال: نعم. قال: وأنا مسلم قد أسلمت. قال: أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل مكة والمدينة؟ قال: نعم. قال: وأنا كنت في المدينة والآن متجه إلى مكة. قال: أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يولد له ولد؟ قال: نعم. قال: وأنا قد ولد لي ولد. قال: حتى كدت أن أصدقه. فقال ابن صياد له: أما إني أعلم أين هو الآن ولا أكره أن أكون أنا هو. فقال له أبي سعيد الخدري: تبا لك سائر اليوم، تبا لك سائر اليوم. طيب، ثم بعد ذلك قيل أنه قتل في يوم الحرة فكشف عن وجهه، فقيل للناس: اشهدوا أن ابن صياد قد قتل وأنه قد مات وأنه ليس الدجال. وقيل أنه ذهب غازيا في بعض مغازي المسلمين في يوم من الأيام وفي ليلة من الليالي خرج اليهود من أسوارهم في بلاد فارس يزفنون ويرقصون، وكانوا معهم رجل قد توجوه الرياحين على رأسه. قالوا: فنظرنا فإذا به ابن صياد. قال: ثم رجعوا به إلى داخل أسوارهم وقالوا: هذا الذي سننتصر به عليكم غدا. قالوا: فاختفى ابن صياد منذ تلك الفترة ولم يعلم على حاله، والله أعلم. وكان هناك أيضا اثنين من رواة الحديث من أبناء ابن صياد، فالله أعلم أيكون هو الدجال أم لا، خاصة أن صفاته بدأت تخالف الصفات الأساسية. هذه بالنسبة للقصة الأولى في قصة ابن صياد. أما بالنسبة للقصة الثانية فهي قصة أبي رقية تميم الداري من حديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم، أن أبي رقية تميم الداري قال: كنا من أهل الكتاب أو مجموعة من أهل الكتاب، ركبنا البحر من لخم وجذام، قبائل لخم وجذام قبائل يمنية في خليج العقبة يعني في جهة الأردن، فركبوا البحر وهو البحر الأحمر. قال: فما جبنا البحر شهرا، يعني رياح واغتلم البحر، حتى رسينا إلى جزيرة، فنزلنا في أقرب السفينة، القوارب الصغيرة حق السفينة، نزلنا فيها واقتربنا من الجزيرة نبحث عن الطعام. فبينما نحن عند الجزيرة ونبحث عن الطعام، قال: إذ لقيتنا دابة أهلب لا يعلم قبلها من دبرها من كثرة الشعر. فقلنا: ويحك، من أنت؟ فقالت: اعمدوا إلى ذلك الرجل في ذلك الدير فإنه لخبركم بالأشواق، يعني هناك ديار على بعد نظر وكذا. قالت: هناك في تلك الديار موجود فيها رجل
مشتاق لخبركم، مشتاق أن يلقاكم. قالوا ففرقنا أن تكون شيطانة دابة وتتكلم. قال فذهبنا سراعا فدخلنا ذلك الدير فوجدنا فيه رجلا أشد ما ترى من الرجال وثاقا، مغلولة يديه إلى عنقيه ينزو بين السماء والأرض، يعني مغلغل بالسلاسل يديه مع رجليه في عنقه ويتقفز، ينزو بين السماء والأرض يعني تقفز. فقلنا ويلك من أنت؟ قال قدرتم على خبري فأخبروني من أنتم. قالوا نحن قوم من العرب، ما جبنا البحر شهرا فرصينا إلى جزيرتك هذه. فقال لهم هل خرج النبي الذي فيكم؟ قالوا نعم. قال صدقه الناس أم كذبوه؟ قال بل كذبوه. قال أما أنه كان خيرا لهم لو صدقوه. ثم سألهم عن نخل بيسان، قالوا عن أي شأنه تستخبر؟ قال فيه ثمر؟ قالوا نعم. قال يوشك أن يذهب ثمره فلا يثمر. ثم سألهم عن عين زغر، ونخل بيسان أي نخل فلسطين، عين زغر أو عين زغر، وهي زغر بنت لوط عليهما السلام، وقالوا أنها هي التي ابتنت هذه القرية، وهي قرية من نواحي الشام من بعد المدينة المنورة. فقالوا عن أي شأن تستخبر؟ قال أفيها ماء؟ قالوا نعم، ويستسقي أهلها منها. قال يوشك أن يذهب ماؤها. وقيل أنه سألهم عن طبرية، بحيرة طبرية التي في فلسطين، قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال فيها ماء. قالوا نعم هو كثير. قال يوشك أن يقل ماؤها، يعني يخف ماؤها. ثم سألوه عن تلك الدابة، قالوا قد فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال هي الجساسة، الجساسة أي التي تجس له الخبر، تجس له الخبر. ثم بعد ذلك سألهم، سألوه هم من هو، فقال أنا المسيح، يوشك أن يؤذن لي فلا أدع قرية إلا هبطتها ولا ماء إلا نزلت عليه إلا طيبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى هذا الحد من الكلام كان قد خطب الصحابة في المسجد بعد أن أخبره تميم أبي رقية تميم الداري، فقبض بأصابعه الأربع وترك الإبهام وأشار إلى منبره، ألا إن هذه طيبة، ألا إن هذه طيبة، ألا إن هذه طيبة، يعني فرح بها، وهي إشارة منه إلى أن طيبة لن يدخلها الدجال ولا يستطيع على دخولها. طيب في المقابل كان هناك في فلسطين في مصر مدينة يقال لها طيبة، في مصر مدينة كان يقال لها طيبة، والدجال مولده بمصر، وقد ذكر في الأهرامات المصرية كل هرم مصري يكتب عليه من بناه وفي عهد أي ملك كتب، وينحت ذلك في الجدار، يعني يكتب التاريخ. فكان قد كتب على الهرم خوفو الذي هو أكبر هرم في مصر، كتب عليه أنه الذي بناه الرجل الذي أتى بسلام وذهب بسلام. ثم ذكروا قصته وهي مكتوبة على الجدران، أنه رجل أتى وعلم الملك المصري قواعد وعلوم وبناء الأهرامات وتحنيط الموتى إلى غير ذلك، فاستوزره الملك فترة من الزمن، ثم أنه اختفى فلم يعلم إلى أين ذهب. ومنها وقيل أنه هو الذي بث عبادة الأصنام في مصر، فهو الذي عبدهم لذلك التمثال الذي هو على شكل نسر بعين واحدة وفوق رأسه الشمس،
مما يدل على أنه كأن هذا الرجل هو الدجال نفسه، أتى بقواعد معينة وظهر عليه معلمهم ثم اختفى. لذلك والله أعلم على أن الدجال موجود من فترة زمنية ومر في الأزمان، وكانت له ادعاءات عريضة في كل زمن نبي من الأنبياء، وهو أحد المعمرين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدجال يومنا هذا أكل الطعام ومشى في الأسواق. الدجال يومنا هذا أكل الطعام ومشى في الأسواق. فإذا كان في زمن الرسول قد أكل الطعام ومشى في الأسواق، إذن هو منذ تلك الفترة قد أطلق سراحه وقد فك من قيده، لكنه سيظل بين الناس يعيش بأي طريقة لا مساس. فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس لك، يعني قد منحناك هذه المنحة، قد منحناك هذه المنحة، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، يعني لا يماسني أو يجالسني أحد إلا من أريد أنا. فهو لا يستطيع أحد أن يجالسه إلا من أراد هو أن يجالسه يستطيع أن يجالسه. لذلك لو ترى في هذه الأيام يسمون الجماعة هذه التي تفسد في الأرض بجماعة الماسونية، مأخوذة من لفظة الماسون بمعنى المجالسون، والواحد منهم الماس، الماسون والماس أي المجالس. والماسونية هي مجموعة عالمية إفسادية تقوم على أساس إفساد كل الدوائر المؤسساتية في البلدان، من المؤسسات الحكومية، المؤسسات العسكرية، المؤسسات التعليمية، المؤسسات الإعلامية، تتحكم في الملوك وفي الوزراء وفي تحركاتهم إلى غير ذلك. ويقولون أن عليها 7 من اليهود، ويرأس 7 من اليهود الأستاذ على قولهم الأعظم أو المهندس الكون أو مهندس الكون، ولا يعرفونهم كلهم، لا يعرفونه شخصيا، وإنما يجالسونه من خلف حجاب ويأخذ منهم بيعات ويأخذ منهم عهود ومواثيق، ومرتب جماعته في العالم على أساس الإفساد في العالم، من أجل كلهم يبايعون من أجل بناء الهيكل السليماني، هيكل سليماني عن المسجد الأقصى أن يبنى كمثل الهيئة الأولى على شكل كنيسة، ويخرج مخلصهم هذا الرجل مهندس الكون ليحكم العالم من خلف الكواليس، ثم يخرج علنا على الناس فيحكمهم. فالماسونية هي جماعة إفسادية، وقد ذكر الله عز وجل في القرآن وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، يعني إفساد بعدين علو. فهم يقومون بشغل تفسيد كل المؤسسات من أجل الوصول إلى الحكم، من أجل العلو لتفسد. والأصل فيها يعني في البشرية أنهم يعلون ثم يفسدون، يعني بعض الترف والنعمة والملك بعدين يفسدوا، لكن هؤلاء لا، يفسدون من أجل أن يعلون. يقول الله عز وجل في فرعون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فذكر أولا العلو بعدين ذكر الفساد، لكن بني إسرائيل ذكر الفساد بعدين ذكر العلو. وقد أفسد بنو إسرائيل في الأرض المقدسة، فدخلوا إلى فلسطين وحصل القتال الأول معهم حتى أوعزوهم إلى داخل تل أبيب في 60، في 67. ثم بعد ذلك أتوا بقوات ضخمة جدا وبأعداد جديدة في خلال 2 من الهدنة التي كانت موجودة، وقاموا بالضغط على جامعة الدول العربية التي بدورها يعني قامت بسحب يعني مقاتلين الجيوش العربية وتوقيف السلاح. فعاد بنو إسرائيل بقوة أعظم وهزموا المسلمين، وقد كان دخلت كتائب الإخوان
المسلمين الأردنية إلى داخل فلسطين. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار، يعني دخلوا خلال الديار بسرعة، يعني المكوث السريع. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، أي بني إسرائيل. بعدين قال الله إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. فإذا جاء وعد الآخرة، وعد الآخرة هي التي سيأتي فيها المهدي، وهذا ما أشار إليه بعض المفسرين عندما فسر هذه الآية بأن لهم خزي في الدنيا، وكمثل ما ورد في سورة البقرة: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فقال السدي وغيره: أي أن المهدي سيأتي ويسبيهم ويقاتلهم ويفتح القسطنطينية بعدها. فالمقصود من وراء هذا أن الوعد القادم، فإذا جاء وعد الآخرة سيكون على المهدي هو وجنده، ليسوءوا وجوهكم، أي سيكون قتلهم في وجوههم، فربما يكون عن طريق الرصاص، عن طريق القنص. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، فسماه مسجد، يعني بمعنى أنهم دخلوا المسجد المرة الأولى عندما جاسوا خلال الديار، وسيأتي الدخول الثاني الآن. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، يعني يقيموا الخلافة الإسلامية وتكون عاصمة المسلمين هناك ويكون النصر العظيم. طيب، ثم بعد ذلك على إثر ذلك يأتون يفتحون بعدها القسطنطينية، فيخرج الدجال من صارخ الشيطان أن الدجال قد خلفكم في ذراريكم، فيكون صارخ كذب، فما يلبثون إلا قليل حتى يخرج الدجال من غضبة يغضبها. وسبب غضب الدجال والله أعلم هو إرجاع القسطنطينية التي هي آخر عاصمة لخلافة إسلامية في العالم الإسلامي، إرجاعها إلى دائرة المسلمين بعد أن كانت علمانية. فلما ترجع إلى دائرة أهل الإسلام وإلى دائرة الخلافة الإسلامية الدجال يغضب. لماذا؟ لأن الذي أسقط الدولة العثمانية هم الماسونية العالمية، حزب الرفاه والترقي عن طريق مصطفى كمال أتاتورك، يعني بمخطط الماسونية العالمية التي اشتغلت من خلف الكواليس التي يقودها الدجال. بعد ذلك عندما يرجع فيغضب الدجال أن كل المنهجيات التي أقامها السرية لتسقيط الدولة الإسلامية رجعت. عندها يخرج المهدي عليه السلام فيفسد على الدجال كل مؤسساته ويحطمها ويقيم الحق، فيخرج الدجال من غضبة يغضبها على الناس علنا، فيخرج أولا من يهودية أصبهان. طيب، في المقابل أن الجزيرة التي حبس فيها الدجال ذكرت في بعض الروايات أنه في بعض جزر اليمن، لا يعلم من أوثقه، سليمان أم غيره. وأتت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رقية من الداري في آخرها يقول: ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، يؤكد ألا إنه إن في بحر الشام أو بحر اليمن، لا ما هو من قبل المشرق، وأشار إلى المشرق، يعني أي أنه موثوق في إحدى جزر الشام أو اليمن، يعني في البحر الأحمر، امتداد البحر الأحمر من الشام إلى اليمن، فهو إما موثوق هنا أو هنا. والروايات أكدت أنه في بحر اليمن، موثوق في إحدى جزرها، لكن وإن كان موثوق هنا فإنه لا يخرج بفتنته إلا من المشرق. قد ذكر ذلك في مسند الإمام أحمد، يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان، والكفر قبل المشرق، والسكينة والوقار في أهل الغنم، والعجب والفخر في الفدادين، في أهل الإبل والبقر، في ربيعة ومضر. يأتي الدجال من قبل المشرق همه المدينة، فيصرفه الله إلى حيث يهلك، إلى الشام، يعني بمعنى أنه يأتي اليمن فيجدهم أهل إيمان ما يستطيع عليهم، فيذهب إلى المشرق، فمن هناك يأتي بفتنته من جهة المشرق. فأول ما يخرج من يهودية أصبهان، فيخرج يدعي أنه الله، أولا يدعي أنه خليفة ويقيم الخلافة في المشرق ويحب على ذلك، ثم يزعم بأنه نبي، ثم يزعم بأنه الله، يترقى في الإدعاء ويزعم بأنه النبي الأخير، يعني مش الرسول صلى الله عليه وسلم هو النبي الأخير، يزعم بأنه هو النبي الأخير، فلهذا يضل اليهود، ويزعم للمسلمين بأنه هو المهدي، فيفسد على المهدي، يقول لهم أنا المهدي، ويقيم الخلافة بذلك،
ويزعم بأنه المسيح، يقصد عيسى بن مريم، فيأتي عيسى بن مريم يكذبه على ذلك، ولذلك سمي بالمسيح الدجال، وعيسى بن مريم هو المسيح الصادق، ثم يزعم بأنه الله، وهكذا يستعمل جميع الفتن. ومن أقوى فتن الرجل أنه أولا من الناحية الشكلية، البعض يظن أن الدجال معه عين واحدة في وسط رأسه، وهذا خطأ، بل ذكر في الأحاديث أن معه عينين، وأشار الرسول صلى الله عليه وسلم بإصبعيه السبابة والتي تليها أو الوسطى والتي تليها. وأيضا ذكر أنه أعور العين، ورد في رواية أعور العين اليمنى، أعور العين اليسرى، أعور العين الشمال، في عينه ظفرة بيضاء، عينه كأنها عنبة طافية، كأنها عين ابن قطن الخزاعي وهو صحابي جليل، كان يشبه عينه عين الدجال، وكأنها الكوكب الدري ممزوجة بالدم، كأنها عنبة طافئة أو طافئة، إلى غير ذلك من الروايات التي تدل أنها كأنها زجاجة خضراء، أن مع الدجال عينين يمنى ويسرى، وفيهما قطع بيضاء تخرج في العين كمثل الماء الأزرق الذي يأتي لكبار السن وغيرهم، فإحدى عينيه يرى بها والثانية لا يرى بها، مطموسة عينه ممسوحة، أي مطموسة بالبياض التي يأتي في داخلها كمثل القيح الذي يأتي في داخلها، فواحدة يرى بها وواحدة لا يرى بها. فبعض الناس يظن أنه بعين واحدة، وهذا خطأ، وإنما هي عينين موجودة مصابان بالعور، كمثل ما ورد عن القاضي عياض أن العور هو العيب من كل شيء، وأن عينيه عورا وين الثنتين، فأحدهما عوراء بأنه لا يرى بها، والثانية عورها بأنها فيها ظفرة بيضاء. ثم أيضا من الأشياء التي يعني يفتن بها الناس أن الدجال، البعض لا يعلم في أنه لا يدخل مكة والمدينة قبل فتنته، فقد ورد في كتاب الأنبياء في باب عيسى عليه السلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر قال: بين أنا نائم إذ رأيت في المنام رجلا آدم أعور العين جعد الشعر يطوف بالبيت واضعا يديه على منكبي رجل، في رواية مما يلي المقام، يعني أي أنه يطوف بالبيت واضعا يديه على منكبي رجل واحد، يعني واضع يديه على أكتافه ويطوف بالبيت عند المقام. قال: فرحت أسأل من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح الدجال. قال: ثم رأيت رجلا واضعا يديه على منكبي رجلين يتهادى أحمر كأن شعره يقطر ماء، فسألت من هذا؟ فقالوا: هذا عيسى بن مريم. والنووي وابن حجر ينقلون في شرحهما عن القاضي عياض أن الدجال في أول خروجه، يعني لا يستبعد أن يدخل مكة والمدينة خاصة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بابن صياد أنه في المدينة ما استنكر ذلك، فلو كان الرسول استنكر وجوده في المدينة لقالنا لا يدخل مكة والمدينة خلاص هذا ليس الدجال، وإنما لم يستنكر وجوده، مما يدل على أنها تحرم عليه مكة والمدينة، تحرم عليه مكة والمدينة عند ظهوره وتملكه، فإذا ظهر بفتنته الكبرى وتملك وأصبح ملكا حرم عليه دخول مكة والمدينة، وإن الملائكة لتقف مسلطة سيوفها ترده عنها، فلا يستطيع أن يدخلها. أيضا الدجال معه فتن عظيمة، فمن ادعائه للصلاح أولا وهو كذاب، ثم للنبوة، ثم ادعائه أنه الله، يؤتى قدرات خارقة، فمنها أولا أن معه قبيل من الجن يتمثلون له في صورة الأموات، فيأتي إلى الرجل فيقول له: أنا ربك، فيقول: إن كنت ربي فحي لي أبي الذي قد مات، فيبعث له شياطينه في صورة أبيه الذي قد مات، فيقول له: يا بني إنه ربك فؤمن به، فيؤمن به، وتأتيه المرأة فيقول: إن كنت ربي فحي لي زوجي الذي قد مات، فيبعث لها شياطين في صورة زوجها الذي قد مات. ومعه ملكان ونبيان،
فيقف ملك عن يمينه وملك عن شماله، فيقول الأول للآخر، فيقول الدجال أنا ربكم، فيقول له الملك كذبت بصوت لا يسمعه أحد، فيقول له الآخر صدقت أي يصدق الملك بصوت يسمعه الناس فيحسبون أنه يصدق الدجال وإنما هو يصدق صاحبه الملك، ويبعث معه اثنين من الأنبياء أو في صورة ملائكة في صورة اثنين من الأنبياء إلى غير ذلك، فيفتتن به خلق كثير، ويأتي بكل أنواع الفتنة، ومنها أن معه جنة ونار رأي العين، أن معه جنة ونار رأي العين. ورأي العين هناك بما يسمى في هذه الأيام بالهيروغرام، وهي التكوين الضوئي لثلاث الأبعاد في الهواء، بحيث أنك ترى كمثل الجسم، بدل أنهم كانوا يعرضون صورة التلفاز على الشاشات وعلى الأقمشة وعلى الجدران، فالآن أصبحت هناك تقنية حديثة تعرض هذه الصور في الهواء مباشرة، فعندما تراها تحسب أنه آدمي بالفعل أو حيوان أو شجر أو شيء من الكون، ولما تأتي فإذا به عبارة عن نور لا يلمس باليد، عبارة عن نور. فهذه الفتنة أيضا يستعملها الدجال، معه جنة ونار رأي العين. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى إلى ناره فليغمس سيجدها بردا وسلاما، وإذا أتى وأدخله جنته فإنها نار، ويجعل الجبال تنتطح فتنتطح، ويتقاتل هو والمسلمون. يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم وروايات ولا من كذبهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، فيتقاتل هو والمؤمنون في الأخير، وهي الطائفة الناجية المؤمنة المنصورة بإذن الله، ويكون إمامهم المهدي عليه السلام. ويأتي الدجال همه أن ينزل مكة والمدينة فلا يستطيع، وأكثر قرب له من مدينة رسول الله أنه ينزل دبر أحد عند الضريب الأحمر، ويصعد ويضرب رواقه هناك في عقبة الجرف، وهي المنطقة التي بعد حد الحرم، ويصعد جبل أحد فينظر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لأصحابه أرأيتم ذلك القصر الأبلق أو الأبيض؟ ذلك مسجد محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تصرفه الملائكة إلى جهة الشام، فينصرف هو ومن معه إلى جهة الشام. وفي الشام هناك يحاصر المؤمنين حصارا شديدا في بيت المقدس ويقاتلهم، فينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء في مسجد دمشق عند العشاء الآخرة، ثم يسير إلى بيت المقدس فيصلها عند صلاة الفجر، وقد أقيمت الصلاة، فيقدمه المهدي فيقول عيسى بن مريم إنما أقيمت الصلاة لك، فيقدم المهدي فيصلي بعيسى بن مريم عليه السلام، يقول صلى الله عليه وسلم يصلي عيسى بن مريم خلف رجل من ولدي، ثم يفتحون الأبواب، أبواب الأسوار التي موجودة، ويقاتلون الدجال وأصحابه، ويذبح أصحابه ذبح النعاج من اليهود، حتى أن الحجر والشجر يقول يا مسلم يا عبد الله إن ورائي كافرا تعال فاقتله إلا شجر الغرقد. ويقتل الدجال في باب اللد وهو المطار اليوم الذي في إسرائيل، ويضربه عيسى بن مريم بحربة تكون معه بين ثندؤته فيموت، وتنتهي تلك الفتنة العظيمة التي هي فتنة قديمة وليست حديثة. وكل ما يحصل في هذه الأيام من الماسونية العالمية والإفساد في الحكومات وتمزيق الدول إلى سايس بيكو وإلى غير ذلك وقوانين الأمم المتحدة ومن ورائها أمريكا، إنما من وراء ذلك كله الدجال. والدليل على ذلك أن الآن ترى يعني في الدولار فئة الواحد الدولار الأمريكي ترى مرسوم فيه الهرم، الهرم وفي رأس الهرم عين أحادية، عين واحدة تشرق منها الشمس، تمام؟
فنحن نقول أن الهرم هو من تراث المصريين وليس من تراث أمريكا. فلماذا أمريكا تحمل في فئة الدولار هذا الهرم؟ مما يدل على أن من ورائها الدجال الذي يشتغل من خلف الكواليس ودائما يخرج برموزه، دائما يظهر برموزه، ودائما ما يظهر لنا الشكل الذي هو الهرمي والشكر المسلي دائما في البنايات العالمية، والعين الأحادية دائما ما تظهر في كثير من العلامات التجارية وغيرها، لتوحي لنا أن من خلف ذلك الرجل الأعور، الرجل الأعور صاحب الأهرامات الذي بنى الأهرامات، وهو تراث الدجال في الأصل، وهو تراث الدجال. وأول الرموز، رموز الماسونية العالمية، كانت الهرم والعين الأحادية، وكان مكتوب تحتها العين التي ترى ما لا يراه الناس. معنى العين التي ترى ما لا يراه الناس، تذكر في كلام السامري ماذا يقول؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، بصرت بما لم يبصروا به، فأنا معي عين واحدة أرى بها أشياء هم ما يرونها، أرى بها أشياء هم ما يرونها، فمعه قدرات في الرؤية خارقة. طيب، وقلنا أن شغل الماسونية العالمية هو في الأصل الوصول إلى بناء هيكل سليمان في بيت المقدس وخروج الدجال ليحكم من داخل بيت المقدس، هذا همتهم، وهم يتكلمون عن الملك الأخير الذي تكلم عنه داود. والملك الأخير الذي تكلم عنه داود وغيره إنما هو يقصد المهدي عليه السلام الذي يأتي في آخر الزمان. فاليهود كما أنها كذبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخر نبي، فهي تكذب أيضا آخر ولي وهو المهدي عليه السلام. ويبدلهم الله عز وجل بدل الرسول الصادق محمد صلى الله عليه وسلم وبدل المهدي الصادق محمد المهدي، يبدلهم الله بتلك الشخصية الدجالية التي تدعي النبوة وتدعي المهدوية، ثم يدعي أنه الله وهو شر غائب ينتظر. ويفتن الناس في زمنه فتنة عظيمة، حيث يأتيه الرجل المؤمن فيتبعه من كثرة ما يبعث عليه من الفتن. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتوقع شره بقراءة سورة الكهف في كل يوم جمعة، وأمرنا أيضا أن إذا رأيناه أن نقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وأن ننأى عنه في الجبال. ومن حضره منكم قال فلا يسمع منه شيء، وقال من حضره منكم فليدفل في وجهه. ومما ورد في أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يخرج إليه شاب يتشحط شبابا في مدينة رسول الله، فيخرج إليه فيأتي قومه فيريدون قتله، فيقول بعضهم لبعض: أما قال لكم ربكم ألا تقتلوا دونه أحدا؟ فيأخذونه فيذهبون به إلى الدجال فيشبحه، فيملأ بطنه ضربا، يعني يضربه ضرب شديد، ثم بعد ذلك يقول له: أتؤمن بأني ربك؟ قال: أنت الدجال. ثم يقوم على قتله فيشقه جزلتين ويمشي بين الجزلتين ويقول للناس: أرأيتم عبدي هذا؟ إن أحييته فإنه يكذبني. ثم يقوم على إحيائه فيقبل ذلك الشاب يتهلهل وجهه يضحك، يقول: والله ما ازددت إلا علما بأنك المسيح الدجال الذي سماك الرسول صلى الله عليه وسلم. فيأخذه يريد ذبحه، فيجعل بين ترقوته نحاسا فلا يستطيع عليه، فيرميه رمية الغرض، فيرميه رمية الغرض. قال: ولا يسلط على نفس بعدها، ما يسلط على نفس بعدها. فهذه الأيام التي نعيشها كل الإرهاصات توحي على أن الفساد العالمي الموجود الآن هو من خلف اليهود، لتفسدن في الأرض مرتين. وخلف اليهود هي المؤسسة الماسونية، سماها الماسون نسبة للآية: اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أن تقول لا مساس، يعني لا أحد يماسنا، ما يجالسنا إلا من أريد. فسمى جمعيته بالماسون، أي الملامسون والمجالسون والمجانسون، وأحدهم الماس. وكما قلنا أن الفتنة الآن القائمة أكثرها من خلف هذا الرجل، بتنظيم وترتيب سري يأتي المهدي عليه السلام فيسقط أكبر مؤسساته ويقيم الخلافة على منهاج النبوة،
ولهذا أشد غضبة يغضبها الدجال عندما تفتح القسطنطينية، بمعنى عندما تعود القسطنطينية إلى دائرة الخلافة الإسلامية بعد أن أخرجت من دائرة الخلافة الإسلامية، عندما يعودون بها يغضب أن مؤسساته التي بناها للإفساد بدأت تنتهي، فعندها يخرج على الناس بغضبته تلك وبفساده. أتباعه أبناء الزنا واليهود وخوز وقرمان أي روسيا، فطس الأنوف صغار الأعين كأنه جمل الجنة المطرقة، ويتبعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، والطيلسان هو ذلك الغطاء الذي يوضع على الرأس، الغطاء المربع الذي يوضع على الرأس، وكثيرا ما يفعله اليهود. ويتبعه الأعراب أي بدو الجزيرة العربية، ويأتي إلى القوم وهم ممحلين يعني فقراء شديدين، وسارحتهم عجاف يعني أغنامهم وأبقارهم وإبلهم تعبان من شدة السنون الشديدة، فيأتي إليهم فيقول أتؤمنوا بأني ربكم، فيؤمنون به، فترجع إليهم سارحتهم أحسن ما تكون ضروعا وأسمنها لحما. ثم يأتي إلى قوم آخرين وسارحتهم مليئة ضروعها سمنة أجسامها، فيقول أتؤمنوا بربكم، قالوا ما بربنا خفاء وإنما أنت الدجال، قال فيرجع عنهم فترجع سارحتهم عجافا وتذهب ضرعها ودرها. ومن هنا يتبين لنا على أن الدجال كما قلنا أن له علاقة وثيقة بالمهدي عليه السلام، إذ يخرج في زمانه ويتقاتل مع المهدي، والمهدي أول خروجه يفسد على الدجال مؤسساته الماسونية مؤسساته، ويفسد عليه كل ما أفسده على الناس ويقيم الخلافة الإسلامية، فيخرج الدجال عليه يقاتله علنا، فينزل عيسى بن مريم ليفرق بين الحق والباطل. وقلنا أن قوس موجودة في مصر، والجزيرة بعض النصارى، الجزيرة التي وثق فيها الدجال، بعض النصارى أو بعض كتب أهل الكتاب أنها تسمى بجزيرة الثعبان الكبير، وروجدنا في جزر أهل اليمن سنجد أن هناك جزيرة تسمى بحنيش الكبرى، الثعبان الكبير حنيش الكبرى. حنيش الكبرى هو تصغير حنش، حنيش تصغير حنش، والحنش هو الثعبان في لغة أهل اليمن، الحنش هو الثعبان وتصغير حنش حنيش، فيقال لها حنيش الكبرى أي الثعبان الكبير. وقد أخذت إريتريا في سنة 97 جزيرة حنيش الكبرى، أخذتها في سنة 97، وقد ورد في التوراة أن خروج الدجال على رأس 1000 من السنوات، فهل إريتريا أخذت حنيش الكبرى تقصد من وراء ذلك على أن اليهود يبحثون عن مخلصهم فيها، لهذا استبقوا إليها قبل أن يسبقهم إليها أحد؟ الله أعلم. لكن هذا هو يعني موضوع الدجال، شر غائب ينتظر، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إن أيضا مما يقي من فتنة الدجال أن يستعيذ الإنسان منه آخر كل صلاة، فيقول بعد الانتهاء من التشهد الأخير: اللهم أني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وهدانا لما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.